كابتن؟ علاء عامر كابتن. علاء عامر ايه؟ محب حكم المباراه النهارده؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. تحب تقول حاجه توجهها للاتحاد معانا؟ لا يا كابتن. كابتن يوسف؟ كابتن يوسف فوي حكم منطقه الجيزه درجه ثالثه، وان شاء الله المباراه هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله، ونشوف ماتش جميل ان شاء الله بين فريق اكتوبر وبين فريق التعاون. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن. متشكرين يا كابتن. كابتن رابح صبري حكم بمنطقه الجيزه لكره القدم، حكم درجه ثالثه. ان شاء الله تبقى مباراه سعيده ان شاء الله بين فريق التعاون وفريق اكتوبر ان شاء الله، وتطلع مباراه ناجحه لكل منهم ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف يا كابتن. اللي ايه؟ مدير الفني نادي التعاون كابتن اسامه المصري. الدكتور اسامه المصري. اهلا اسامه بيك. اهلا بالدر. المدير الفني مدير الفني نادي التعاون. اهلا وسهلا. تحب تقول توجه كلامك للاتحاد المصري ولا حاجه؟ لا ما فيش، الحمد لله المسابقات منتظمه وزي الفل، بس حاجه للدوري ماشي، طول ما الدوري ماشي خلاص الدنيا بخير الحمد لله. ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. موقفكم ايه في الدوري؟ احنا عندنا 10 نقط من 5 مباريات. عندك 10 نقط من 5. بتقدم لنا مباراتين في الدور الاول واثنين برضه في الدور الثاني. ان شاء الله ان شاء الله النهارده بالتوفيق، ونتمنى لكم كل خير. ربنا يخليك. متشكرين يا كابتن. متشكرين. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. اداري النهارده؟ لا الكلام ايه سيد كابتن. طب نتعرف بقى. الاسم ايه؟ الاسم ثلاثي. الاسم ثلاثي. طه محمود. طه محمود ايه؟ طه محمود. طه. ايوه طه. كابتن حبوش الحن. ايه كابتن حبوش الحن؟ كابتن محمود عبد المعطي 18 سنه. حبوش الحن هو سمارة الحن بتاع البلاستيك. انت هتلعب طبعا؟ انا طبعا العب، بس طبعا بس البدل. يعني البدل شايف البدل. مش هلعب الا شوط واحد بس عشان حاسس بشد خفيف كده في الاعلانات. تحب توجه حاجه للمجلس الاداره ولا حاجه؟ مجلس اداره الناس على التعاون اللي عاملينه معانا مع اللعيبه، وشايف انا عاون رب العالمين يعني كل العفوات مزلها لنا. تحب تختار حد هينزل من الرؤساء؟ والله انا شايف ان هم لو كلهم مع بعضهم يبقى افضل. يا ابني يعني بقول لك في الاتحاد قوه يا ابني. كابتن ده الاخر بيديني سؤال ايه ابن اللعيبه؟ بص في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة بين نادي 6 اكتوبر ونادي التعاون، مسابقة الناشئين. على شمالك نادي 6 اكتوبر وعلى يمينك نادي التعاون. وبدأت المباراة الشوط الاولاني. صفر الحكم. كرة كمل. هيل عمر العب. تاني ما تقلقش. على مهلك على مهلك يا مصطفى. على مهلك. يلا محمد. عمرو ضم الاول في الاول. ضم عند نص الملعب. عمر شالها. وقف قرب شويه. قرب يا عمر. اشترك على مالك عمر.
العب على الارض العب. يلا معانا يا سيد. يلا قرب 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 يا عمر. عمر وبقرب للكرة شوية يا العب بالثانية لو دي وش. كويس تعال عمر صح تعال. تعالى سعيد على الكوره. برافو سعيد. برافو برافو. جن جن
اهو كابتن عمر يا سعد، اطلع بيها على الدايره هناك خالص يا سعد. عمر ابو علي ماشي يا غلاوره كويس، بقرب منه. يلا سعيد سعيد تحتهم تحتهم، بس كده تحتهم صايد مع الكوره بقى. يا سلام عليك يلا عمر مع الكوره. هلا يلا كمل يا ابني. يا عمر ايوه خالد ايه يا ابويا كمل كمان يا ابويا. ايوه محمد العب على الارض يا ولد. كويس كويس يلا مع عمر. يلا توتا يلا توتا يلا توتا. على كده تعال تعال
جون الهدف الاولاني لنادي 6 اكتوبر جون يلا يا رجاله ماشي ماشي الهدف الاولاني لنادي 6 اكتوبر 1 يلا حبيبي يلا يلا لا شيء للتعاون ابو العيلة واللي جاب الجون 22 عمر الساحه ماشي يا كابتن ماشي يا كابتن ماشي
يلا محمد يلا ركزوا يلا هو انت هنا وانت انت هنا طب يلا ماشي 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 حلوه حلوه علي انا سيد ضرب جزاء بالله عليك تحكم بالله عليك ايه ده ايه الافلام الهندي دي الحكم ده اسمه ايه وعرف الماتش بتاع الماتش ده الملاكي ده جاي منين عشان الماتش معانا فين اعرف بقى قول الملاكي ده شوفه جاي منين كوره معديه بره والكوره مش ضربه جزاء ايه يا جول الجون الثاني برافو 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 لا لا هو ينفع كده هو ينفع كده خلاص ماشي من هنا الجون الثاني لنادي 6 اكتوبر برافو عمرو عمرو ما تتكلمش حماسات حماسات يلا يا سعد 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 العب جامد شويه يا رجاله العب جامد شويه يا رجاله بقى محمد حسام وبعدين وبعدين يا رجاله وبعدين العب العب بابا 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 يا ابو بس خلاص ولا عمر ما تلعب بقى العب وبعدين يا ماهر وبعدين اصل انا عارف من اول ماتش حصل عادي يعني اللي عارف حصل وخلص الليله خلصت الليله مش خلص جونين ايه يا عم ملاك يا ولد حط له
هاي لابودا يا ولد يا ولد تعال يا علي ها حط بقى حاج مندوب حط بقى حاج مندوب احمد يلا حاج حط لي ليه يا حاج عايز له واحده هاي لا ولد تعال على سعيد ها وسع اللعب وسع اللعب طب يا محمد عساب وسع يا عبر صلاح اديله فاول اديله فاول ماشي ماشي كويس 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 يلا عمر تعالى كابتن اعمل التغيير كابتن تغيير لو عايز تعملها كابتن احمد كلابالا تعالى عم تغيير كمل مع دوت دافيرو 17 نازل عمر عمر العب باك ليفت عم حسام خش مكانك تاني خش مكانك يلا كلابالا يلا تعالى وخارج سته عمر يا سعد عمر عمر هتلعب كم عمر ابراهيم عمر يا سعد عمر خلي عمر ابراهيم وانا هنا بص لا مكان عمرو صلاح هنا جنب عمر ابراهيم شغل بقى عمرو صلاح يلعب على الكوره الطويله عمر العب على كورتك هنا واشتغل عم حسام ضم شويه نص الملعب ضم شويه الكوره مش توصل ضم شويه يلا عمر وصل شويه يلا عمر اشترك يا دوده جامد شويه مع الراجل يا دوده العب في حاجه جامد يا دوده Yeah!
عمر ولا يا عمر عمر ابراهيم انت يلا عمر عمر الساعة يلا يلا غلبني ده حطام العزاء كابتن قول له الحاج سمير لبيب بتاع الاتحاد موجود ماشي وهي بيصور الفيلم كابتن خالد الحاج لبيب الحاج سمير لبيب الحاج سمير لبيب بتاع الاتحاد بيصور الماتش موجود معانا اهو هو الوحيد اللي بتكلم معاه هو مش عايز ما اعرفش مش عايز يقول على اسم الحكم حتى ما انا عارف ما انا ما حدش عايز يقول على اسم كابتن انا عمر روح سيبك
واحدة يا علي عارفينهم وحشين نلعب كورة عايزين نلعب كورة كابتن كابتن يا ولد برافو يا باهر لو ده تعال هنا يا جوده
يا ابني استلمها والعب. حط النحاس، حط على الميزان. راجل عم يا ابن العم ما تروحش سلبي. ادفع واحد واحده بقى واحده. يا الى درش يا انت. انا عمر
سعيد. واحدة يا عزمي، واحدة يا عزمي، واحدة واحدة. يا عمي يا عمي أسامة يا الشوط الاولاني من المباراه 2 لاكتوبر لا شيء للتعاون.